أهلا وسهلا بكم في هذه الفكرة والتي بعنوان مشكلة محل تربوي. في المحاضرة الماضية طرحت عليكم سؤالا، وهو إذا كان صفي فيه مستويات متعددة، طلاب أذكياء وطلاب متوسطون وطلاب ضعفاء، فكيف يسير درسي؟ هل يسير بمستوى الأذكياء أم الضعفاء أم ماذا أفعل؟ أولا أشكر لكم اقتراحاتكم وتفاعلاتكم للإجابة عن هذا السؤال، وأود أن أعرض بعض الحلول التربوية المقترحة. أولا، تواجه هذه المشكلة كثيرا من المعلمين، وفي الحقيقة هناك ما يسمى بتفريد التعليم، وهناك ما يسمى بالتعلم التعاوني، وهناك استراتيجيات كثيرة لحل مثل هذه المشكلات. أخي المعلم، لا تفقد طالبك الذكي بأن تعطيه الواجبات نفسها أو التعليمات نفسها أو الأمثلة نفسها التي تعطيها للطالب الضعيف، والعكس، حتى لا تفقد أحد الطرفين، ولكن يجب عليك مراعاة التوازن بينهما. فمثلا الطالب الذكي لابد أن يكون له سؤاله الخاص، سواء على مستوى الدرس داخل الدرس أو في الواجبات، أعطيه واجبا إضافيا. فإن كنت تطلب من الطلاب العاديين أن يجيبوا عن بعض الأسئلة، أو أن يضعوا 5 كلمات في جمل، أو أن يشرحوا القصيدة في فكرة، فتطلب من الطالب المتفوق أن يشرحها في 2 أو 3، أو تعطيه بعض الموضوعات الخيالية التي تنمي خياله، أو الموضوعات الصعبة التي تتحدى ذكائه، هكذا. أما الطالب الضعيف فلا بد أن تراعي ذلك، سواء على مستوى الأسئلة الشفوية داخل الدرس، تعطي أسئلة بسيطة ثم تكون أصعب فأصعب حتى تعلو به. هذا من جهة. من جهة أخرى، في أثناء التدريس هناك التعلم التعاوني، تجلس طالبا ضعيفا مع طالبا ذكيا يرفع مستواه. لذلك يمكنك أن تعطي في التعليم المعكوس بعض الدروس المسجلة بالفيديو لذلك الطالب الضعيف، فيكتسب التعلم بعد 4 أو 5 مشاهدات لهذا الفيديو. أما الطالب الذكي فربما يستعمله مرة واحدة أو لا يحتاجه أصلا فيكتفي بالدرس. مثل هذه الأشياء تراعي بها التوازن بين الصفين. وإليكم سؤال اليوم، لدي طالب معوق أو طالب ضعيف ذهنيا أو عنده مشكلة ما، إعاقة ما، فماذا أفعل معه؟ كيف أتصرف معه؟ هل أساويه بكل الطلاب حتى لا يشعر بالحرج، أو أعامله بطريقة خاصة؟ إن شاء الله تعالى نتناقش في هذه المشكلة في المحاضرة القادمة. شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.